الو، السلام عليكم. هذه في اللاون اخوتي في الجزائر، باين نهضر لكم على السيستم هذا كي يخدم في الجزائر والايادي الخارجيه اللي خدموا معها، اللي هي فرنسا الداخليه تاع فرنسا يخدموا معها بوندون 60 سنه هذه اللي عدت، وما الايادي الخارجيه 10,000%، لانه الانسان اللي في الخارج ولا كما نقولوا انا زيتوت والعربي زيتوت وديزي، هذو جزائريين، امير ديزاد، هذو جزائريين مواطنين، شعب من ابناء الشعب، انقهروا يحضروا على الحق باش يقولوا هذو ايادي خفيه ولا، سبحان الله، بكذب في كذب، لانه هما اللي يتآمروا على الشعب مع المخابرات الإماراتية مع الإمارات الفرنسية. وشفتوهم راحوا للرساس، راحوا للإستازيوني، يجوا هنا للإستازيوني، راحوا للأوروب، ضربوا الأوروب غير باش يجمدوا رواحهم ويضمنوا الأيادي الخارجية، يضمنوا لهم حقوقهم لا كونترا، باش يقعدوا يدوا البترول باطل والغاز باطل ويفقروا في الشعب الجزائري، لأنهم هم أيادي الخارجية. وهذه الايادي الخارجيه ما قادرين نقولوا احنا داروا رواحهم كانوا خرجوا، اللي هما اللي بوتفليقه سيدي ايادي خارجيه من 20,000 سنه، وكان في الامارات، واللعبه اللي جات على الامارات وقعد مع قايد صالح في وهران، وهذه ايادي خارجيه مشي داخليه. امارات مين جاتنا الامارات؟ اجلاء في الصحراء واللبنية هذا ما بك لا غاش، واللي يتحكموا فيه فرائس قارات القوات تاعنا، القوات العسكرية اللي هو يتمثل في قائد صالح، يتحكموا فيه، يمشوا فيه كل بقرة. هذه أيدي خافية، لكن نقول إحنا اللي العمان كيفاش هذا العصابة اللي هي بوتفليقة سي كومباني بن صالح وهذا الجماعة لمدة سنين وسنين، أكثر من 30 سنة أو 60 سنة كمان، هما كي شغلين ما الماء إيد إتا إنسان ديرهم زعما كانوا صباع شادرت، سواء بدلت لهم سكين بدلت لهم الجلد، بصح سي لا مام، سي لا مام باسكو راهم أصحابهم بني عمهم فاميلتهم هما، يا إما لبستها قون لا مام، يقول لك التجديد سي لا ميم، درت لها غلوف، درت لها ديغون، كي دير لا ميم دير لها غلوف، كون دير لها 20 غلوف تبقى لا ميم. العصابه هي العصابه، هي تقول هادو الخونين الوطن والعهد تاع الشهداء، هادو ما خوان سي لا ميم كي شونج دو غون، كل ساعة يبدلو قون، كي يشوفوا الشعب النافكين هكا يبغوا يدور يبدلو ان دي قون، خطر يديرهم بيض، خطر يديرهم زرق، يديرهم خضر، بس اخير هما احنا بغينا اون اوتخ مان، هذه لازم يعرفوها، اون فو اون اوتخ مان، اون اوتخ مان اللي هي نقية، ما اختلستش، ما كتلتش في التسعينات. ما خدعتش الشعب من بداية الستينات، هذه اللي ما فهموهاش، هذه احنا اللي بغيناها تكون جديدة، اون بروبر ما في كل مؤسسات عسكرية سياسية اقتصادية، حكا الجزائر تنجح. لان مستغرب ان بلدان ليسوا اقوياء كالجزائر مثلا، ليس لهم مساحات شاسعة مثل الجزائر، ليس لهم خيرات تحت الأرض كالجزائر، أغنى منا ويعيشون عشاء حياة رفاهية. تونس برس، تونس أخويا درامهم خير منا، إنو غيان كان عندهم أزمة. هنا تفهم وين راهي الأيادي الخارجية، هل الأيادي الخارجية في الناس اللي تهضر للشعب وتوعي في الشعب وش راه صاري في الشعب وش راه شراهم يدورونا في الجزائر، ولا الناس اللي تتكلم على أيادي خارجية وتططي ومن وهران وهو قاعد لي مع أيادي خارجية اللي هو إمارات، وشكون رئيس المخابرات تاع إمارات قاعد معه في وهران
على قرعه تاع ويسكي والدنيا والنساء وكل شيء. ايا يقول لك في ايادي خارجيه. ايادي خارجيه هما نتوما، نتوما مع فرنسا مع الامارات مع السعوديه، تتامروا على الشعب وما تبغوش تدوا حقه وما تبغوش يكون ديمقراطي وما تبغوش يفهم وما تبغوش يتوعى وما تبغوش يحكم فيكم وفي ولادكم. وتخافوا، اللي تخافوا منها هي المحاسبه، محاسبه لانكم ارتكبتم جرائم، جرائم قتل كما قال صالح، ولاده قاتلين، قاتلين سارقين ما يرحموش، وانت اكبرهم في السرقه انت بالملايين الى اذا ما كانت بالمليارات. لكن جات وقت الصح، ظهرت على حقيقتك انت والعصابه، معنا ما ندي لها تبدلها تبدلها ديغون، نو احنا باغيين نوتخ مان جديده نقيه نظيفه ما خسرتش مع الشعب، مش طماعه في الشعب، وقارعه واصله، واصله واعيه متحضره. احنا ماش باغيين نولوا حتى كي فرنسا اللي نتوما تعبدوها. ان شاء الله يا ربي نبغوا نكونوا كيما لا سويد، كيما لا سويد والنورفاج وهذا، البلدان اللي حقيقة تعرف الديمقراطية بحق. وفرنسا اللي كولونياليز هذا اللي وين يروحوا يستعمروا اون فو با دو، حتى انجليز مالغري سون ان بو ديموكراسي في انجليز ما نبغوش نكونوا كيفهم. احنا هذه الديمقراطية اللي باغينها لشعبنا، يكون حر وين يروح يدي حقه في العدالة، يدي حقه. اذا كان عنده طالب في المحاكم ما تجروش، ما تستغلوش، ما تفسدوش الحكم. لازم ترجع كل حاجة لمجاريها، والحكم يرجع للشعب والشعب وحده. وهذا حكمك كتاع عسكرية، اعتبر نفسك، اعتبر نفسك اسقطك الشعب يوم او بعد غد. انت ساقط ساقط شيء، انت عجلت، عجلت نفسك، رغم انه الشعب كان باغي يسامحك، كان يسامحك على كل الاشياء التي ارتكبتها من فحشاء، حتى في عصرك ارتكبت الفحشاء حتى مع عصرك. وخلينا من السرقات، لكن جات قربت ساعتكم، والحق حيظهر ان شاء الله، ويكون الحق دائما حتى لو كانوا كفار والحق معهم ومتحدين يربح، يربح. والحمد لله الجزائريين راهم مسلمين وراهم متحدين على كلمة راجل واحد هو إسقاط النظام بأكمله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.